والنادي الأهلي بيهنئ الكاف طبعا، بيهنئ عماد النحاس بعيد ميلاده رقم 44. 44 سنة لعماد النحاس، كل سنة وانت طيب. عماد النحاس دلوقتي ما شاء الله ما شاء الله نمسك الخشب متألق بشكل كبير مع فريق المقاولين، والسنة اللي فاتت عمل ما شاء الله ما شاء الله موسم هايل مع أسوان. عماد النحاس أحد أفراد الجيل الذهبي للنادي الأهلي، وكان رمانة ميزان ولعيب كبير جدا جدا جدا. كل سنة وانت طيب يا كابتن عماد النحاس. ده تغريدة الكاف تهنئة لهذا اللاعب الكبير عماد النحاس ابن النادي الأهلي، الذي يخطو خطواته الأولى في التدريب، ولكن هي خطوات واثقة لأنه كان لاعبا كبيرا والآن هو مدرب يخطو خطواته الأولى، ولكنها خطوات كبيرة نحو أن يكون مدرب كبير جدا. بكرة إن شاء رب العالمين وضع حجر أساس فرع التجمع الخامس. فرع التجمع الخامس زي ما أنتم عارفين هو أحد فروع النادي الأهلي الجديدة بعد فرع أسوان. أسوان خلاص ابتدت الاشتراكات فيه، وكذلك فرع التجمع الخامس، وبكرة هيحطوا حجر الأساس. بعد ما حطوا جهزوا الماكيت الكامل لهذا الفرع اللي هيكون نقلة حضارية كبيرة جدا في المدن الجديدة، وتحديدا مدينة التجمع الخامس بعد الفرع العملاق للنادي الأهلي في الشيخ زايد، اللي برضو من أحلى وأروع الأندية اللي ممكن تخشها في الأندية في مصر. زي ما قلت لكم إنه فقراتنا متقسمة لثلاث فقرات. انتهينا من الفقرة الأولى. بعد الفاصل هيكون معانا الدكتور أسامة غنيم، زي ما قلت لكم هو الرئيس التنفيذي للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، وهنتكلم معاه في مواضيع مهمة جدا. أهمها اللي بيدور في الساحة الآن هو كيفية الوقاية من مرض الكورونا، وأمور كبيرة جدا سواء في الكورة وفي كل الألعاب. بعد الفاصل.